أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وإياي فارهبون يا بني إسرائيل اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وإياي فاتقون صدق الله العظيم.